وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي أحمد كامل. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. بداية، قصف البوكمال اليوم والذي قتل فيه ما يزيد عن 50 عنصر من ميليشيا موالية لإيران، ماذا يحمل من رسالة لإيران؟ وهل تأكدت هذه الرسالة بشكل العلاقة أو شكل العلاقة بين روسيا وإيران في ظل تصريح مسؤول أمريكي إن الغارة نفذها طيران الجيش الصهيوني؟ منذ أكثر من شهرين، منذ تغير السياسة الأمريكية تجاه سوريا وتجاه إيران، يتعرض الجانب الإيراني بمعنى فيلق القدس والحرس الثوري وفصائل ميليشيات إرهابية شيعية عراقية وأفغانية وباكستانية ولبنانية للقصف بصورة شبه يومية، مرة من الجانب الأمريكي ومرة من جانب العدو الإسرائيلي، ومرة يقال بأنه طائرات مجهولة، مرة يقال لنا بأنه خطأ ارتفاع الحرارة في مطار فينفجر المطار، ولكن بالنهاية يتعرضون للقصف بصورة يومية، ووجودهم في سوريا أصبح مستهدفا استهدافا حقيقيا، ويتعرضون لخسائر هائلة هائلة جدا. في إحدى الضربات قرب دير الزور خسر الإيرانيون والروس مئات القتلى. يعتقد بأنه 60% من السلاح الإيراني في سوريا قد تم تدمير. طيب، يعني هل تعتقدون أن دخول القوات التركية اليوم لأحياء منبج بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية يرسم شكل دولة المعارضة التي يخطط لها المجتمع الدولي؟ بالنسبة لنا هذا خبر جيد، لنا حليف واحد في هذا العالم هو تركيا، لا يوجد حليف آخر، والتحالف ما بين الجيش السوري الحر والشعب السوري الحر مع الجيش التركي يحقق نتائج جيدة جدا. هناك مساحة في شمال سوريا تكبر باستمرار، هي المكان الوحيد منذ 50 سنة، المكان الوحيد الذي يعيش فيه العرب المسلمون السنة في سوريا بأمان، من دون حكم استبدادي ومن دون قصف جوي ولا صاروخي ولا بالسلاح الكيماوي. أول مرة من 50 سنة يصبح لنا مكان آمن في سوريا، آمن من القصف الجوي والصاروخي طبعا والكيماوي، وآمن من الحكم الاستبدادي. ولذلك نحن سعداء جدا، وغدا أو بعد غد سوف يمتد الأمر إلى مدينة تل رفعت العربية. طيب، ومنبج وتل رفعت مدن عربية محتلة من قبل البيكيكي الكردي التركي وفروعه السورية. أمام هذه التطورات العسكرية يعني الكثيرة في منبج والبوكمال، هل ترون أن هنالك أي مديات تنعكس على جولة جنيف التي بدأت اليوم واجتماعاتها التمهيدية، وما توقعاتكم لهذه الجولة الجديدة؟ لا شيء، مجرد تضيع وقت. المشكلة الشعب السوري ليست مشكلة الدستور. الدستور يعني الدساتير هي في سوريا مجرد حبر على ورق لا قيمة له، لا ينفذ. المشكلة في أنه يحكمنا أدولف هتلر سوري سفاح مجرم. طيب، هذه التطورات العسكرية هل ستغير من واقع التفاوض بين الطرفين؟ نعم، تحسن وضع الشعب السوري. ازدياد المساحة التي يسيطر عليها الجيش السوري الحر مع الجيش التركي والضربات التي توجه لإيران وعملائها في سوريا، هذا يساعد الشعب السوري. نعم، ديم السورة يسعى من خلال اجتماعاته في جنيف لتشكيل اللجنة الدستورية. المعارضة تقول أن ممثليها سيضم كل أطياف المعارضة. إلى أي مدى يمكن أن يحدث ذلك في ظل تراجع شعبية الوفد المفاوض؟ شعبية الوفد المفاوض في الحضيض، وأعتقد بأن هذه المفاوضات وهذه الحركات واللجنة الدستورية ووضع الدستور وتعديل الدستور كله كلام فارغ. والكلام اللي ما هو فارغ هو قصف المواقع الإيرانية والجهات التابعة لإيران في سوريا، وهو أمر جدي، وتوسع المنطقة الآمنة الوحيدة للعرب المسلمين السنة في شمال سوريا، هذا الكلام المفيد. أما حكاية الدستور فهي تضيع وقت، ودمستورة يريد أن يبرر راتبه العالي الذي يأخذه من الأمم المتحدة فقط. بعض المحللين يرون أن المجتمع الدولي يسعى لإنهاء الأزمة السورية، هل تعتقدون أن الأحداث التي تحصل على الأرض اليوم
والتي تشكل خريطة القوى تأتي في هذا السياق؟ هناك حالة واحدة ووحيدة لوقف الحرب في سوريا هي أن يخرج المجرم بشار الأسد خارج السلطة. طالما أنه موجود معناها سبب الدمار وسبب القتل موجود، ولن يحصل سلام ولا بشكل من الأشكال في سوريا. يجب أن يستدعيه الروسي كما يفعل كثيرا الآن، يستدعيه إلى موسكو أو إلى سوتشي أو إلى قاعدة حميمين، القاعدة الروسية داخل سوريا، ويذهب ولا يعود. عند ذلك يبدأ الحل الجدي في سوريا. نعم، الكاتب والمحلل السياسي أحمد كامل كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.